اسمحوا لي عايزة أعبر برضو عن حاجة بتسعدني، حاجة بعتبرها من أهم النعم، من أهم الحاجات اللي ربنا أنعم عليا بيها في حياتي، إن أنا بشتغل من صغري، من يوم وقفت على مسرح وأنا بشتغل مع زمايلي دايما، زمايلي اللي تربيت معاهم في أكاديمية الفنون. طبعا بقى يعني جي علينا أجيال أصغر شوية مني أنا والمايسترو تامر غنيم، بس المايسترو تامر غنيم من أصدقائي ومن زمايلي القدام اللي بعتز بصداقتهم وبعتز بزمايلتهم، وأنا في أسعد حالاتي لما بيقف معايا على المسرح لأنه من زمايلي اللي أنا بعتز بيهم جدا، ودي من حظوظي السعيدة في الحياة إني بشتغل دايما مع ناس بيحبوني وناس متربيين معايا، فأنا بشكرهم النهاردة. مبسوطين أهم حاجة، مبسوطين we'll be right back.
خدت منه مشيت ندان لي دهلي